انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انت مطلوبه بالاسم. مين بس اللي طالبني؟ انا مختار. ازيك يا مليكة قلبي وعينيا وروحي وحياتي. انت اللي ورا الموقف البايخ ده وقعت قلبي يا شيخ. ايه اتخضيتي؟ افتكرتي هنخطفك ونطلب فدية؟ عايش حبيبي يدفع في اي شيء سبيل نجيني من الخاطر. ما تسيبك من عايش ده وتيجي تعيشي معايا. ما تقدرش عليا. ما اقدرش. طب جربي. ما عنديش وقت نجرب. وبعدين عايش مريحني على الاخر وكيصرف عليا بلا حساب. بيديكي مصروف كام في الشهر؟ 5000 دولار. هديكي 10 وهسكنك في شقة في الزمالك. قلتي ايه؟ ماشي كافي. ده انت طماعة قوي. انا بغيت نأمن مستقبلي وعايش وعدنا انه يأمنهولي. هيأمنهولك ازاي يعني؟ هيشتري لي النايت من توفيق. ده يبقى غالي قوي. ب3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه؟ وعايش الدخول في دوافي انه يدفع؟ هو وعدني وقال لي اول ما هتجيله تحويلة من برا هينفذ. تحويله من بره. طب بقول لك ايه، ما تسيبك من بره وتخليكي جوه عشان يجيلك برد. دمك خفيف. ده انت اللي عسل. ما تيجي افتح لك محل ضيق كده صغير محندة عشان تعرفي تدوريه. هو النايت. وعموما ما طلبتش منك تجيبهولي. طب بذمتك عايش سلطان ده يملى عين اي ست؟ المهم يملى جيبي. هو انا هتجوزه. طب لو خيروكي بيني وبينه تختاري مين؟ اختارك انت. شفتي بقى كلمه الحق طلعت يا رجاله. بس ايه؟ انت على قد حالاتك ومش على قد طلباتي. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا عندي فلوس توزن عايش سلطان ده يجي 1000 مره. طب ما تشتري لي النايت وابقى معاك. اصل انا ليا نظريه. مش من نظريه يعني بتفائل وبتشائم والنايت ده اصله كله خمره ورقص، يعني مال حرام 100%. وانت مالك؟ انا قابلة على نفسي المال ده. لا انت غريبه قوي. خلاص اشتريهولك واكتبي لي شيك. شيك بايه؟ ب3 مليون. ما انا هديهم لك سلف وبيعوضهم لي لما النايت يكسب. وما تقلقيش، انا لوحدي بصرف لي في الليله يجي 50000 جنيه، يعني بيكسب كل يوم 100%. وليه احمل نفسي دين وعايش حبيبي موجود وممكن يجيبهولي هديه؟ يا مين يعيش؟ وبعدين ده بيلعب بيكي وعامل التحويل ده حج عشان يملص. اسأليني انا. عايش ما يعملش كده. يا بنتي صدقيني انا ممكن الصبح اكيشك ال3 مليون وعلى اخر النهار تبقي صاحبه المحل. بتتكلم جد؟ اه طبعا بتكلم جد. ولا شوفي بقى تستني عايشه فندي سلطان اما يقبض التحويل. لو بجد هتسلمني 3 مليون بكره هكتك يا حبيبي. ايه هكه دي؟ يعني كده. طب اذا كان هكه يبقى ماشي. قلت يا تيفا؟ قلت لا اله الا الله. يا راجل حرام عليك، خلي ربنا برا الموضوع ده، احنا بنشتري كباريه. ماشي يا مخ. ها هتبيع لنا البتاع ده بكام؟ عشان خاطرك انت هاخد فيه 4 مليون. ده خاطر كبير قوي عندك. امال يا مخ؟ ده انت حبيبي. انا هدفع 2 مليون جنيه كاش وناو. لا لا لا، ده انت كده بعيد قوي يا مخ. افتح لي بس مخك كده وهويها وهي تقرب. ما تاخذنيش، اصل انا صارف على المحل ده شقه عمري، مش معقول يعني ارميه كده برخص التراب. 2 مليون جنيه رخص التراب؟ برضه هيقول لي 2 مليون. يا عم بقول لك 4 مليون. طب وربنا اللي عالم، انا لولا زنقتي ما كنت بعته ابدا. وانت مزنوق؟ لا، اصل انا باسس لنايت كبير قوي في دبي واخد كل فلوسي ووقتي. يعني مزنوق؟ مش قوي يعني، بس مخادنا. ماشي نخليهم 2 مليون ونص. هما ال4 مليون. بص بقى، انا جاي وجايب لك معايا 3 مليون، هتاخدهم ونمضي العقود ولا روحهم جنب اخواتهم؟ استغل زنيت انت يا مخ. القرش صياد يا تيفا. عشان خاطرك انت هاخد ال3 مليون دول ويبقى لي 750000. بتوع ايه؟ هعمل لك خصم 250 من ال4 مليون. اقول له ايه؟ انت عملت لي خصم 1 مليون. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هكيشك، وانت عارف الكاش عزيزي اليومين دول. بس ده كتير قوي يا مخ. مفيش حاجة تكتر على المخ يا تيفا، يا تيفا يا تيفا. ها؟ قلت ايه؟ خلاص عشان خاطر. يعني
نمضي العقود. نمضي العقود. مبروك عليك يا ست مليكة. الله يبارك فيك. مبسوطة؟ هكا مبسوطة بالزاف. بالزاف؟ انت بالزاف. انا ما اقدرش ارفض لك طلب. اذا كان كده ماشي. يلا بينا. نسيبك بقى يا تيفا لاكل عيشك. اكل عيش مين بقى؟ ده اكل عيشكم انتوا. اكل عيشها هي. انا حد الله بيني وبين الحاجات دي. انا مجرد بنك ومسلفها قرض وهتردهولي. طبعا بفوائد يا نمس. فوائد مين؟ الفوائد حرام. ده قرض حسن. حسن قوي. علشان تشد حيلها كده وتاكل لقمه عيش وتعتمد على نفسها. يا واد انت بقى قلب حنين. دي ميه قطيفه قدام حريف. حبيبي ايدك بقى عن نسبتنا في القعده دي. ما انتوا مسعين كده ليه؟ ولا اطير؟ لا لا لا، بقول لك ايه، اللي اوله شرط اخره ضمانهور، واحنا لنا 600,000 جنيه في الموضوع ده. ليه؟ هو مال حرام؟ ده حقنا يا توفيق. مش كفايه بعنا لك المكان التعبان ده مبلغ عمرك ما كنت تحلم بيه؟ ده توب وشويه عليه كمان. علينا احنا توبه مليون ونص. قول 2 مليون يوم يضربوا الدم. بوس ايدك وش وظهر يا توفيق، واحمد ربنا ان مختار ما اشتراش المحل ده لنفسه. ليه يعني؟ عشان ده واد ابن جنيه، ولو كان عاوز يشتريه بصحيح كان جاب قراره ورفض يشتريه. خدوا منك سد خانه عشان يسد بيه عين مليكه. ما انا عارف. طالما انت عارف بتستعبط ليه؟ طيفة ايدك على نسبتنا بقى. فضلت برجلك اليمين يا عروسه. انت ضريف بالذات ومحسسني فعلا انني عروسه. ما حسسك، ما انت فعلا عروسه وست العرايس كمان. اتفضلي 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 يا حلوه. هنا ايوه. ميرسي. وعلشان بقى ناكد موضوع العروسه ده هنكتب ورقتين عرفي. بلاتي بلاتي، بلاش الزواج، ما تخلينا هكذا احسن. لا يا حلوه، انا راجل بخاف ربنا. وده شرطي الوحيد، انا لا يمكن اعمل حاجه حرام. اذا مش عاجبك قوليلي، الحق توفيق قبل ما يصرف فلوس. وعلاش تربط نفسك بيا وتربطني بيك؟ ما تخلينا فريق احسن. ده عرفي، يعني ورقتين وفي اي وقت ممكن يتقطعوا. وعلاش هتشي كله؟ ها؟ وليه كل ده؟ علشان ربنا يبارك لنا. بغيت تضحك على الله؟ استغفر الله. اضحك على الله ايه؟ انا بتقيه وبنفذ كلامه. اذا بغيت تنفذ كلامه تزوجني شرعي. شرعي؟ تجننت يا مليكه. ايوه ده وكلام الله. كلام الله. انما كده بقى الناس هتعرف وهيبقى لك حقوق وهتبقى. ايوه ده وشرع الله، ليه في حق الزوجه والاولاد محفوظين. اولاد؟ انت كمان عايزه اولاد؟ يا مليكه معقوله؟ مختار شيغي، اهم شيء في الزواج هو افتراض نيه الاستمرار وتكوين اسره. ماشي متعب الشريك وبعدين كل واحد يروح لحاله، هذا سميته حرام متزوق. هو كلام شبه العربي انما هوش عربي. المهم اللي انا عايز اقوله لك ان الجواز العرفي ده حلال وكثير من الشيوخ حللوه. انا غير قلت لك وجهه نظري في الموضوع. المهم المهم خليك مني، فين هي الورقه؟ الورقه يعني موافقه على الجواز العرفي. عرفي ولا ماشي عرفي، انا موافقه وصافي. صافي يعني اوكي. اذا كان صافي يبقى ماشي. امضي هنا بقى. واخ واخ واخ. دخلنا في التقيل. هاتي ايدك. هيك قرب. ايوه قولي لي زوجتك نفسي. زوجتك نفسي وانا قبلت. مبروك يا عروسه. بلاتي بلاتي. ايه فين هما الشهود؟ بلاتي والعزه لاجيب لك الشهود على الموبايل صوت وصوره.